بورشي منتج مصنع في فرنسا، والمنتج اصلا كان فكرة من سنة كانت عندي وكنت حاطينها على الأوراق، وبعدين حصلت فرصة والسوق يعني كان في صعود وهذا، وبدأت في نقل الفكرة من الورق إلى رسومات شو اسمها الهندسية إلى الشركة اللي سوت لي المول. يعني كان رحلة بناء لي يعني، يعني كانت يعني شاقة جدا بالنسبة لي أنا. البوتلين الاثنين الزجاجتين اللي سوينا منهم بورشي، الزجاجة الأولية بتحكي أو بتتكلم عن المجوهرات والأحجار الكريمة، إحنا نقول من هالمنطلق إحنا يعني أنا فكرت إن يكون الكت الزجاج على شكل مجوهرات، قطع مجوهرات يعني، حتى الكاب اللي فوق بتحصله نص دايمن كات. زين بخصوص الثاني السيل، هي عبارة عن أنبوبة اختبار، استوحيت الفكرة من هناك بس بطريقة معينة غيرتها، بتوحي عن الجينات اللي في الإنسان، خصوصا يوم تشم الريحة. أحيانا في روايح بتزعجك، في روايح تخليك مرتاح، في روايح بتبسطك، يعني في الريحة لها ثيرابي يعني، وعلاج بعد نفساني الريحة، عرفت يعني. هي الفكرة هي لازم تنزل أفكار اللي هي جديدة في السوق، الحمد لله الله وفقني هالفترة أن أنزل هالمنتجين. هي تقريبا احنا غطينا كروايح عالمية، بس اليوم الروايح ما لها حدود، حتى من روسيا بيشم الأورينتال بحب، ومن أمريكا بحب الأورينتال. والأورينتال اليوم إيه، الأورينتال مش عود بس، في أشياء كثيرة، في بهارات، فيها زعفران، في هيل، هذا كله أورينتال. زين في خشب، في جلود، يعني في صخور، بعد العطور فيها نوع من الصخور، في روائح. زين في العنبر، في الكهرمان، يعني هاي كلها أورينتال، عرفت. غير بتروح عن الجاسمين بعد أورينتال، عرفت. فاليوم الأورينتال مو هذا، اليوم كل واحد يسوي، بس أنت كيف توصل فكرك أو طريقتك الأورينتال إلى الزبون، هذه الفن هنا. ما بتقعد تسوي لي عود. العود اليوم بينقرض، بيجي فترة بتنقرض العود، بيستوي الكيميكال عود. البراند الجديد اسمه بورشيه، تم حاليا طرح الاصدار الاول في الاسواق الخليجيه، وحتكون في طبعا اصدارات اخرى في الشهور القادمه باذن الله عز وجل. طبعا البراند بورشيه هو عباره عن يمتاز بشيء من الرجوله، وطبعا هو مكون من مواد ومواد خام عطريه جيده جدا تناسب الاذواق الخليجيه بالتحديد. أنا فتحي، مدير شرق الأوسط لكوسميلت فرنسا، والمسؤول عن تسويق براند بورشيه اللي احنا بصدده اليوم. البراند بورشيه احنا ابتدينا عليه كفكرة، وكانت فكرته نابعة من معنى كلمة بورشيه، وفيها قوة، فيها مثابرة، فيها إصرار. تمت الفكرة وتم العمل عليها من مكونات جميعاً،
التصميمات، الزيوت، حتى الاكسسوار. ويميز العطر اللي هو بورشيه سواء مجموعتين اللي هو مجموعتين اللي هي الجولز والسيل اللي هي المجوهرات والسيل اللي هي تمثل الخليه، اللي يميزه اللي هو 100% ميد ان فرانس، ان هو مكوناته طبيعيه، ان هو بيرفيوم مش اودو بارفيوم او اودو تواليت. وفي فرق كبير طبعا يعرفوا المصنعين واللي بيحبوا العطور. احنا طبعا بالنسبه لتسويقه احنا عندنا نتورك على مستوى العالم، عندنا اكتر من 20 دوله، وهو البراند لقى نجاح كبير في اوروبا، وكنا عارضينه في معرض بولونيا 2014، والنهارده بنكمل النجاح بعرضه في دبي. ودبي طبعا براند معروف على مستوى العالم كإمارة وكمدينة وكمدينة سباقة طبعا.
مساء الخير، معك جيهان من دار سارة، دار سارة لجمانة الحايك. نحن موجودين اليوم بإيفنت بورشي، وبيشرفنا كتير أن نكون موجودين بهذا الإيفنت، ولح نعرض 6 فساتين سهرة، كل فستان منروح الإسنس تبع البرفيومز. إن شاء الله تنال إعجابكم، وبالتوفيق كتير لبورشي من كل تيم دار سارة ومن تيم جمانة الحايك. قناة مسايا، نحن منحب قناة مسايا ومنحب دايما نكون موجودين معكم، وانتو دايما مع الإيفنتات المتطورة والجديدة، ونحن منتشرف انو نكون موجودين على القناة، وترقبوا جديدنا مسايا.